بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا قبل ما نتكلم على اي حاجه وقبل ما نتكلم في اي قانون تمام او اي فروع من فروع القانون لازم احنا نعرف يعني ايه الاجراءات المعتاده لرفع الدعوه او ايه هي او هو قانون المرافعات، ايه هي الاساسيات، ايه هي الشكل اللي يخلينا تمام ابقى اعرف بعد اوصل للموضوع اللي انا هقدر ابغي منه النتيجه والهدف الذي ابغى تحقيقه. طبعا انتوا طبعا كلكم لسه في البادي نزور، لسه ما فيش احتكاك بالمحاكم صح؟ ولا حد فيكم ابتدى يحتاج احتك؟ ده بيترفع يا باشا. طيب ربنا يوفقكم باذن الله. طيب طبعا احنا قبل ما نتكلم عايزين نعرف يعني ايه انا كمحامي انا المفروض انت كمحامي وجالك اي موكل تمام ألف به كده لازم عشان تبتدي أول حاجة جايلك في قضية جايلك أول حاجة أنت بتقعد تطلب منه وكالة تمام، ويجب أن الوكالة بتكون تتضمن تمام ما هو يسمح لك بمباشرة إجراءات رفع الدعوة تمام وإجراءات رفع الدعوة وكافة الإجراءات التي سوف تتخذها أمام المحاكم والطعن عليها وجميع التعامل عليها وما يسمح له من إجراءات. طبعا في بعض الوكالات دلوقتي بقت، كان قبل كده المتاح كان جميع الوكالات بتبقى مهمورة بالصلح والإقرار، دلوقتي بقى المعتاد بقى يشيل الصلح والإقرار، ولازم نعرف يعني ايه صلح وإقرار في الوكالة ويعني ايه طعن بالتزوير ويعني ايه تمام يعني ايه اقرار. يعني ما في حاجات لازم توكيل يبيح الصلح او توكيل يبيح الاقرار او توكيل يبيح الطعن تمام او توكيل يبيح الترك لو انت هتترك خصومه لاحد من الخصوم تمام او تطالب بسقوط الخصومه او بانقضائها، فلازم تكون التوكيل يبيح ذلك تمام. واهم حاجه اللي انت ده تعرفها في اي دعوه جايه لك لازم الف ب تتكلم مع اول حاجه الصفه والمصلحه للمدعي بتاعك، هل الصفه والمصلحه متوفره ولا لا وفق الماده 3 من قانون المرافعات، لان عدم توفر الصفه او المصلحه تقضي الدعوه بعدم قبولها. وزي ما قلت زمايلكم قبل كده في بعض الحاجات البسيطه قوي في ممكن لو اساتذه افاضل بيبقوا عارفينها وممكن يوصلوا بيها الدعوه، ومنها انا قلتها فورمه دايما المعتاد لقينا في اي صحيفه دعوه او اي صحيفه طعن نلاقي الوكيل المحامي عن الوكيل عن الموكل بتلاقي مش كاتب اسمه فورمه او كاتب اسمه مش واضح، دي اول حاجه تبطل الصحيفه. طبعا المعتاد في درجات التقاضي من اول درجه الموضوع ده بيعدي، نادر اول ما بتلاقي حد يطلب بطلان الصحيفه على نقطه زي دي غير بحد بقى يعني فاهم قانون صح. الكلام ده هتلاقيه هتحس فيه تتلمسه قدام النقط، النقط ما بيسيبش حاجه، النقط اسف يعني بيدقق على مش الكلمات، بيدقق على اللغة العربية الإن والأن والقصر والضم ويشوف تناسق الكلمات مع الطعن مع هل هو جائز القبول ولا غير جائز القبول، هل هي الطعن موافي لما سرد ولا غير سرد، نقض قصة تانية تمام. واحنا دايما بنتعلم بأحكام النقض، وأحكام النقض هي أساس وتعتبر بتقوم بقوة القانون. حاضر. فلازم نعرف
بنيجي صحيفه الدعوه بنيجي نرفعها، وتقولوا اكيد عرفتوا يعني ايه صحيفه الدعوه، ووجب اشتمال صحيفه الدعوه على ايه، وبياناتها ايه، واشتمال ايه، تمام، وايه اللي يبطل صحيفه الدعوه واللي في الاعلان او مين اللي ما يبطلوش، تمام، ولازم يكون مهمور بايه، تمام. طيب اول حاجه لازم نتعلمها، ودي انا ما اظنش حد هيقولها لكم، الفورمه. ما تيجي تكتب اكتب اسمك، ما تكتبش فورمه، ما تخليش حد يمسك عليك غلطه، تمام، خليش حد يمسك عليك غلطه، تكتب اسمك سواء في مذكره او في صحيفه، تمام، او تمام او في اي مذكره طعن، اسمك يبقى واضح. ومن ضمن الحاجات اللي ممكن تبطل الدعوه كلها، ممكن المحامي الخصم يقول لك طب الاستاذ الفاضل الاستاذ الحاضر عن المدعي عليه، انا عايز اشوف هل هو استئناف ولا نقض، ولا هو ساري، هل ساري رضا في النقابه ولا لا. لو كارنيه مش ساري، ولو مش قادر، لو كان استئناف او حاضر قدام النقض او عكس او غير ذلك، بتدي على طول بتدي بطلان، بطلان حضور. حاجات بسيطه انا بقولها لكم، تمام، بحكم احنا كاوضاع، طبعا قعدت فتره في النقض كتير، تمام، مستشار في النقض، فالحاجات دي دايما كنا بننهي بيها طعون كتير بشكل عام، وعشان كده دايما هتلاقوا في النقض كتير تلات ارباع الطعون، وبالذات في الطعون المدني بالذات بتاخد عدم قبول، وعدم قبول دي بتاخد غرفه مشوره، يعني لا ينظر طعن، تمام. فبالتالي الحاجات دي كلها، فبنلاقي ان تلات ارباع الطعون كلها طعون المدني قعدت خمس ست سنين سبع سنين، وفي الاخر خدت عدم قبول نتيجه الخطا بسيط جدا. طيب اول حاجه لازم تتعلمها كاستاذ فاضل، ان صحيفه دعواك يجب ان تكون المذكره الختاميه، يجب ان تكون صحيفه الدعوه مشموله لسرد الوقائع عن ما تبغي من تلك الدعوه، شامله النواحي القانونيه من شرح وفقه ونقد. اعتبر صحيفه الدعوه دي بتاعتك هي المذكره الختاميه اللي انت هتقدمها في اخر جلسه. دي حاجه تعلمها، ودي المحامين شيوخ المحامين كانوا دايما بيقولوها للاجيال اللي بعد كده. واي قاضي بيبقى فرحان قوي ما بيلاقي الصحيفه جايه له بالاول شامله مشتمله على كل شيء. انت كده ريحت نفسك وريحت القاضي، حتى لو بعد كده حضرت في الجلسات، تمام، هيستجوا عليك في الجلسات تستكمل بقيه مستنداتك لو تطلبت ذلك، او لو في شيء استجاد هترد على ايه، بس هيبقى النواحي الاخرى كامله لا ينقصها شيء. وفي بعض المحاكم وبعض القضاة الابتدائي او الدرجه، وده بيصادف مع كذا محامين، تلاقي جاي استاذ حاضر عايز اجل المستند، حاضر استاذ اخر الجلسه، وتلاقي حجزها للحكم، وانت طالب اجل المستندات ولا طالب اجل اي اجل نسيان، تلاقي حجزها للحكم، تمام. وده بيحصل دايما في المدني او الاسره. ده مهم جدا، تمام، وبيرجعش القضيه. وانت لو قدمت طلب فات بره مرفوع انسى، ما بيرجعش القضيه. ليه؟ القاضي زي ما انت محامي مطالب اللي انت تنجز قضايا القضايا اللي معاك، هو مطالب برضو عنده الرول النهارده 200، بعد كده بقى 300، بعد كده بقى 400، فهيعمل ايه؟ فعايز ينجز، ولو ما انجزش تلاقي دلوقتي التفتيش بقى الموضوع ده بقى حاسم جامد عن غير ذلك عن زمان، من ايام الممدوح بمرعي وزير العدل رحمه الله عليه، طبق نهج عدد انجاز القضايا بطريقه غير طبيعيه. والنهج ده مشي من ابتدى ساري من ايام المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق رحمه الله عليه. فانت اعتمد دايما ان صحيفتك مستنداتك من بدايه افتتاح صحيفه افتتاح الدعوه شامله مشتمله،
يعني ايه شامله مشتمله؟ كلمه شامله مشتمله دي مش كلمتي انا، ده كلمه الاحكام، ده كلمه في النقط، في احكام النقط دايما بيقول شامله مشتمله. يعني ايه شامله مشتمله؟ شامله جميع الوقائع الوارده بخصوص الدعوه، ومشتمله على القانون، على ما بها من قوانين وفقه ونقد وما ترد سرده، لتؤكد دعواك وما اسند اليها. طيب احنا قلنا اول حاجه الصفه، لازم اراجع الموكل بتاعي له صفه ولا لا، تمام؟ ولو مش صفه اخلاق له صفه. هتقول لي اخلاق له صفه ازاي؟ يعني واحد عايز له حق بس ملوش حق، بس هو مش عارف يوصل لحقه ازاي. زي نزاع بين اتنين جيران على مطلات، او نزاع على هدم او جدار بينهم، ففي جدار، في الجار اللي تحتهم، الجار اللي تحتهم تمام عايز يرفع دعوة، خايف لا يحصل بيته يحصل له حاجة، بس النزاع اللي قائم بين ألف وبه اللي فوق جي ملوش صفة، تمام؟ ملوش صفة. هل هو أضر؟ هو مضرش، في حال أصيب بحاجة، لسه ما أصيبش حاجة، هو يخشى من وقوع الضرر مستقبلا، تمام؟ طيب إزاي أخلق الصفة؟ إزاي أخلق الصفة؟ تمام؟ في الحالة دي أروح أعمل محضر إداري إثبات حالة، تمام؟ أعمل محضر إثبات حالة في الاسم إن حصل كذا وكذا، وحصل عندي تصدعات فأنا في المنزل، أو حصل فيه تلفيات وأنا طالب معينة، وي 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 وي. المحضر الإداري ده محضر ياخد مجراه عادي في النيابة العامة ويتحفظ، تمام؟ بعد كده أنت بالمحضر ده بقى لك صفة، أنت ترفع أي دعوة، بقى لك صفة. أنت كأستاذ فاضل زي اتعلمنا من شيوخ وشيوخ المحامين وشيوخ القضاء، دايما كانوا بيقولوا المحاماة أدوات، المحاماة أدوات. يعني إيه أدوات؟ يعني إزاي أستخدم أدواتي كمحامي في تطبيق ذلك القانون ومراجعة الحق لموكلي، تمام؟ لازم أفكر إزاي أجيب حقه، إزاي أرجع له حقه، إزاي أخليه هو يصاحب الحق وهو مش عارف يوصل للحق. حاجة بسيطة زي دي، تمام؟ أنا اللي أخلق له حقه. طيب ده بالنسبة للصفة والمصلحة. طب أول أهم والأهم من بعد ذلك هو إيه؟ الاختصاص، اختصاص الدعوة. إحنا عندنا اختصاص، عندنا اختصاص إيه؟ نوعي ولائي ومحلي وقيمي. في حاجه اسمها دولي، طبعا الدولي ده اسمه انتوا ما قلتوش عنها. الدولي في الماده 32 و33 من قانون المرافعات، 35 و36 قصدي. ده الاختصاص الدولي. الاختصاص الدولي لو في شخص اجنبي مقيم، شخص اجنبي مقيم في مصر او مقيم خارج البلاد، دي قصه ثانيه. وده ما تسمعوا البعض اساسا المحامين الافاضل فاتحين مجموعه، ده مجموعه مربوطه على مجموعه دوليه، تمام؟ هو ده اختصاص الدولة اللي بيختص بيه التعاون مع الجهات الأجنبية أو شخص أجنبي غير مصري. طيب يعني ايه اختصاص محلي؟ اختصاص محلي يعني ايه؟ حد يقول يعني اختصاص محلي؟ ايه مش انتوا بتحضروا بقى، اظن انتوا بتحضروا وعارفين يعني اختصاص محلي، ده ألف ب يعني ايه؟ مكاني. طيب انت حاضر على المدعي عليه ومكتوب اقامته في القليوبيه وانت اقامتك في طنطا، طيب تعمل ايه عشان تثبت الكلام ده؟ تمام، انت هتجيب صوره بطاقته او ما يفيد اللي هو بطاقته ذلك. خلي بالكم عايز برضه افرض نظرك في اختصاص المحلي ده، في بعض اساتذه المحامين بيبقى عايز مثلا المراد مش اختصاص محلي، عايز يطول القضيه، فيعمل ايه؟ يخلي المدعي عليه اللي هو حاضر عن المدعي عليه يغير محل اقامته، فيخلي بطاقته بدل ما كانت قليوبيه يخليها طنطا، تمام؟ بس دي بقى جميع القضاه
بيكتشفوها ازاي؟ من الوكاله. الوكاله هتلاقيها معموله بمليون في الميه قبل تغيير محل الاقامه. هتلاقي الوكاله مكتوب فيها قلوبيه. في الحاله دي الدفع بتاعك هيبقى في غير محله. فلما تيجي عايز تعمل حاجه زي كده يبقى خلي بالك بالوكاله. تمام؟ عشان احنا كقضاء بنمر وبنشوفها كتير. طيب. انت تطول الخصومه لو انت عايز تطول الخصومه فاهم؟ او عايز تكسب وقت بالبلدي، عايز تكسب وقت في القضيه تمام؟ عشان توصل لحقك او توصل لمراد موكلك. ماشي. طب لو القصاص المحلي امتى يجوز دفع بيه؟ حد يعرف؟ ها؟ لا ما كانش ممكن نحكي لك احكام، نتكلم في قرارات جنائيه. ماشي؟ عايز تقول ايه؟ لا يجوز لا يجوز ابداء تمام اي طلب. لو انا دفعت اختصاص محلي تمام بعد ابداء طلباتي فانه اعتبر ذلك الدفع في غير محله ويقضي بعدم قبوله. لازم عشان ادفع في اختصاص المحلي قبل ما اتكلم في اي حاجه، قبل ما اتكلم في الموضوع، اول جلسه انا حاضر فيها كده. طيب لو انا طلبت اجل الاطلاع لا ليا الحق برضه ادفع. تمام. طب لو طلبت اجل المستندات خلاص كده. طب اجل المستندات يعني انت كده علمت بالواقعه وادركتها واصبحت في مواجهتك وتحققت الغايه من أسرة رفع تلك الدعوة وفق المادة 20 من قانون المرافعات. اتفضل. في بعض الأحيان القاضي بيبقى يعني طلب في محضر الجلسة بيبقى أجل الاطلاع والمستندات، فبالتالي ممكن يكون أنا كراجل يعني مع احترامي عمر أجل ما تيجي أجل الاطلاع والمستندات مع بعض. ماشي؟ خلاص أنا ما ينفعش أطلع وأقدم مستندات، ما أنا مش عارف إيه في الدعوة أساسا عشان أقدم مستند الأول. تمام خلاص. ودايما اول حضور اتفضل واول حضور معروف بيمكن من اجل الاطلاع. ده حق من سياق قانون المرافعات وفق نص تعليم قانون المرافعات. طيب الاختصاص المحلي لا يجوز ان يدفع بها القاضي من تلقاء نفسه. القاضي ما ينفعش تمام يحكم به من تلقاء نفسه، مش زي الاختصاص القيمي ولا النوعي ولا تمام ولا الولائي. لا، المحلي الوحيد لا يجوز للقاضي ان يبدي به من تلقاء نفسه، يحكم به من تلقاء نفسه. لازم انت كحاضر انت لازم تبديه قبل التكلم في اي في الموضوع. طيب الاختصاص النوعي يعني ايه اختصاص نوعي؟ ها؟ ده الدور القضية يعني ايه نوعي؟ عندنا عندنا نوعي، في نوعي اختصاص جزئي تمام؟ ماشي؟ اختصاص جزئي عندنا زي الحدود والتسليم والمصارف والترع كل ما يتعلق بذلك تمام؟ ده اختصاص جزئي تمام؟ وعندنا اختصاص كلي تمام في بعض الدعاوى الكثيره ذكرت في الماده 43. وعندنا اختصاص محكمه اقتصاديه وفق القانون 11 سنه 2008 المعدل ب 2019 قانون المحاكم الاقتصاديه تمام. وعندنا الاختصاص النوعي تمام، اختصاص اسره. ماشي، ده اختصاص نوعي. يعني ايه نوعي؟ يعني اختصاص محكمه اخرى، محكمه تابعه لنفس القضاء العادي، يختلف عن الاختصاص الولائي. الولائي هو اختصاص القضاء الإداري عشان اسمه ولائي. يعني ايه ولائيا؟ ولائيا باللغة العربية الفصحى هي خارج عن ذلك الاختصاص الموضوعي. يعني ايه خارج عن الاختصاص الموضوعي؟ يعني غير مختصة لتلك الاختصاص.
وإذا كانت مختصة بذلك الاختصاص فإنها غير مختصة بذلك. ده المعجم اللي بيقول فيه كده باللفظ كده، يعني بالبلدي اختصاص مش اختصاصك أنت ولائيا لحد تاني، تمام؟ اللي هو ولائيا اللي هو القضاء الإدارة. الاختصاص القيمي عندنا الجزء له اختصاص لا يتجاوزه، والكل له اختصاص. طب عندنا لو كان الدعوة المرفوعة فيها عقار بيكون 500 مثل الضريبة، وإذا كان أرض 400 مثل الضريبة. طب يعني إيه ضريبة؟ ها؟ الضريبة المربوطة. أنت بتيجي أول جلسة قدام ترفع رفع دعوة نزاع على أي أرض أو رافع أي دعوة نزاع على أرض، نزاع على عقار، رافع اختلاف على أي أي عقار أو تسليم عقار، تمام؟ بس لو رافع دعوة تسليم بصفة أصلية باختصاص جزئي دي قصة تانية. أما لو أنت رافع دعوة بإخلاء وتسليم تمام؟ خلاص دي قصة. إحنا بنحسب أنت بدايما تلاقي القاضي بيقول لك أجلت تمام لاستخراج شهادة بالضريبة، الضريبة المربوطة على عين المحل التداعي وصرحت له بذلك، اللي هي إيه؟ العقار أو الأرض اللي أنت اللي هي بتحفي الدعوات. طب يعني إيه الضريبة؟ الضريبة دي جايه منين؟ ما بروح أجيبها من الضرائب العقارية. هتلاقي شهادة كده بتروح تاخدها تمام بتقول لك إن العقار ده ضريبته المربوطة مثلا 52 جنيه والقيمة الإيجارية 1000 جنيه. ال 52 دي بنضربها في 400 بتطلعنا القيمة. شوف القيمه دي اختصاص كلي واختصاص جزئي. لو ارض تمام نضرب 400 في 52 لو هي ارض، طيب بنضرب ونشوف الاختصاص، اختصاص القيمه ده اختصاص جزئي ولا كلي؟ ماشي. طيب دعاوي صحه التعاقد تمام زائد من الضريبه العقاريه، دعاوي صحه التعاقد او ضرر على الحقوق العينيه العقاريه يجب ان تكون كل الدعوى كلها ماشي ايه؟ لا مش محكمه جزئيه. انتوا عارفين يعني شهر عقاري وسجل عيني الاول ولا لا؟ في اساتذه زمايلكم الحضره سألوني كلمة وأنا ماشي ولاحظت إن هم مش عارفينها وبيسألوني، حتى أنا عشان كده أنا ببص لها عشان كنت عامل حسابي ذات المجموعة هي اللي هتبقى متواجدة. في بعض الحقوق العينية العقارية أو الأطيان أو العقارات بتكون في منها جزء منها خاضع لشهر عقاري، ففي حد سأل لي سؤال طب لو مش خاضع شهر عقاري بخاضع إيه؟ الخاضع شهر عقاري بخاضع سجل عيني. طب يعني إيه خاضع سجل عيني؟ السجل العيني ده مش هتلاقيه طبعا في المدن، مش هتلاقيه في القاهره ولا هتلاقيه في اسكندريه، لا في اسكندريه موجود، في الجيزه موجود سجل عيني. يعني ايه سجل عيني؟ يعني في بعض العقارات وبعض الاطيان برضو بتبقى خاضعه شهر عقاري، يبقى انت لما بتجيب الضريبه العقاريه بتجيبها بالشهر العقاري ده بقى من الشهر العقاري. طب انت لو عايز تجيب الأطيان دي بتبقى تكون بعض منها أو جزء من، لو تبقى في بعض المحافظات الريفية أو الصعيد أو اللي في جنوب الصعيد أو في وسط دلتا أو غيرها بتكون خاضعة لسجل عيني، فبتبيع سجل العيني تمام. ودعاوي صحة التعاقد المفروض تكون الدعوة تكون بإيه؟ حد يقول لي الكلمة دي؟ صحة ونفاس. مساحة التعاقد بتشمل حاجات كتير، اللي هي بتقع على أي حق عيني عقاري تمام؟ طيب ما اسمهاش تسجيل عيني، ما اسمهاش تسجيل. صحة التقييم. إيه؟ سجيل عيني وسجيل شخصي. سجيل عيني وسجيل شخصي. لا تتكلم في حاجة تانية خالص. حاجة تانية خالص. ماشي. دعاوي صحة التعاقد. وفي في كتب كتير في كتب بتتكلم عن، هي كتب اسمها تتكلم شرح في دعاوي صحه التعاقد اللي هي اي حقوق العينيه العقاريه تمام او اي حق عيني عقاري
او غيره ماشي. والحقوق العينيه دي في جزء منها يبقى خاضع سجل عيني وخاضع شهر عقاري، وعشان اعرف قيمتها بعرف الايه من السجل العيني او سجل شهر عقاري. تقول لي اعرف ازاي؟ هتروح انت هتروح الشهر العقاري ده تقول له دي خاضعه عندك، ولا يقول لك مش خاضعه سجل عيني. هتلاقي سجل عيني وانت قبل ما تخش هتلاقي حاطط كشف كده، ممكن يبقى اي حد بياخد منه صوره بيجيب لك المناطق اللي خاضعه سجل عيني، وبتبقى الخاضعه خاضعه بقرار من وزير العدل. تلاقي قدامك دي الحته المنطقه دي الحوض ده خاضع سجل عيني بقرار وزير العدل رقم كذا، تمام؟ لازم تذكر القرار بتاعه، وبناء عليه هتقدر تعرف قيمه الدعوه، وهتقدر تمام انت ازاي تعرف تباشر الدعوه، وازاي تعرف ازاي تتخذ الاجراءات الشكليه لتلك الدعوه. طيب احنا عندنا كم انواع محاكم متخصصه؟ عندنا محاكم ايه؟ اسره. احنا عندنا محاكم، اولا محاكم الابتدائيه، ثم محاكم استئناف، ثم محكمه النقض. طيب المحاكم الكليه بتنقسم الى ايه؟ جزئي، محكمه جزئيه، ومحكمه كليه. طيب مع تشريع كثير من القوانين، تم تشريع قانون 2008 المعارضة 2012 قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. قانون المحاكم الاقتصادية على كم درجة؟ حكم الساعة كم درجة؟ درجتين، تمام؟ تشكيل المحاكم الاقتصادية بيكون أول درجة من دائرة كاملة، مش زي جزئي من قاضي واحد، لا، من قضية ألا يقل عن درجة رئيس محكمة. والاستئناف بيكون أمام الاستئناف العالي اختصاص اقتصادي، ولا يقل عن درجة رئيس استئناف. ده بنقول اختصاص المحاكم الاقتصادية. طيب احنا عندنا في الدوائر الكلية في دوائر مدنية، دوائر ضرائب، دوائر عمال، دوائر ايه تاني؟ تجاري، دوائر ايه تاني؟ ها؟ لا انا احنا ما بنتكلمش جنائي دلوقتي. من ضمن الحاجات واتلغت كانت في دوائر تقدير اتعاب محاماه. سمعتوا عنها دي؟ طبعا انتوا ما حضرتهاش انتوا. كانت في دعاوى في دوائر بتبقى مدني مستأنف مختصه بتقدير اتعاب المحاماه، تبقى دايره واحده في المحكمه. بس بعد تعديل القانون خلاص ما بقاش فيه الكلام ده. ماشي. طيب خلاص ما بقاش فيه، خلاص كان قبل كده كنت بتلجا وبترفع دعوه، بقت الموضوع مختلف، وبقت الدعوه بالاجراءات المعتاده برفع الدعوه. بس كده احسن كده، بقت قاعده افضل كتير. اتعاب مع اخر الجلسه ده. طيب من ضمن الحاجات برضو من اجراء رفع الدعوه والاجراء تسليم الاعلان، هل الاعلان له شكل معين حتى يكون صحيحا ونافذا؟ اه له شكل معين، له اسم الطالب، مهنته، عنوانه، المواطن المختار له، واسم المودع عليه، وزي ما ذلك كما اسم المحضر والمحكمة المختصة والعليا، تمام؟ وذكر المشتملات الإعلان كاملا. الإعلان بيسلم وفق القانون المرافعات من الساعة كام للساعة كام؟ طيب المادة 13 من القانون المرافعات بتقول ايه؟ التسليم الساعة 7 للساعة 8. طبعا تقول 8 ده ما سمعناش الكلام ده، بس القانون هو ده القانون بيقول. ويجوز ان يسلم الاعلان بعد الساعه 7 الا في حاله الضروره، اذا عرض الامر على قاضي الامور الوقتيه. ده القانون بيقول كده، تمام؟ طيب
الاعلان ما بيسلم صحيفه عند رفع الدعوه. طبعا اجراء الطريقه بيسلم الاعلان الى قلم المحضرين لتنفيذ ذلك الاعلان. طب الاعلان بيتم الاعلان في الخصم لاما بشخصه واصبح في مواجهته وساري كده ونافذا عليه، لاما تابعه، لاما يكون اعلان مامور الاسم او اعلان اداري كما يسطر في الاعلان. طيب في حد من الاساتذه يعرفني، دايما بنشوف في الاعلان كلمه اخر كلمه في الاعلان كده نافذا ولاجل العلم، حد يعرف معنى الكلمه دي؟ حد يعرف معنى الكلمه دي؟ حد يعرف معنى الكلمه دي؟ دايما نلاقي في كده في الاعلان كله، تلاقي في الاعلان مكتوب نافذا وكلام، فكله اعتاد الكلمة دي زي دباشة بتتكتب. لا، دي مش دباشة بتتكتب، دي كلمة قانونية لها تفسير قانوني وتفسير قانون قوي كمان، وعدم سردها يتخلف عن الإعلان كشيء كثيرا وأكثر. نافذا يعني يسر الإعلان، أصبح نافذا من وقت تسليم الإعلان لقبل المحضرين، أصبح نافذا ومطالب لقرار المحضرين تنفيذ الاعلان خلال 24 ساعه، لما يعلنه بشخصه او تابعه او الاداري. واذا اعلن اداري بيسلم صوره لاعلانه في محل اقامته، بيسلم برقم بركود، بيتسلم البريد وبتعلن بالبريد وبتسلم بعد كده. ده الاعلان اداري، تابعه شخصه فعارفين يعني ايه. فكلمه نافذا واجل العلم دي عدم ذكرها ممكن تفقد صحة ذلك الإعلان. زي الحكم التهديد ده. يعني تخلف المتهم عن هيئة المحكمة. أنت بتتكلم على دي المادة 82 المرافعات اللي بتتكلم إذا تخلف أحد الخصوم، تمام؟ ماشي، إذا تخلف المدعي عن حضور دعوة تفقد المحكمة بشطب الدعوة، وإذا رأت الدعوة إنها صالحة، تمام صالحة للحكم، فلها أن تقضي به. ده المادة 82، مش المادة 82، احنا نتكلمش في مادة 82 خالص. لا، دي قصة تانية خالص، دي قصة مادة 82 مرفوعة، دي قصة تانية. شطب وشطب ومشكلة تانية، وكل لم تكن ولو كانت صالحة بالصالحة، تمام، دي قصة تانية. تمام، الإعلان عشان أثبت صحته لازم يكون يتضمن وفق ذكر في قانون المرافعات من المادة 6 و7 و8 و9 و10، تمام، اسم المحضر موقع مش موقع. برضو لو المحضر ماضي فورما انت ممكن تبطل، انت تطلب منه تدفع ببطلان ذلك الاعلان، زي ما المحامي، تمام، برضو الوكيل كتب فورما ياخد ببطلان، برضو انت تطلب لك حد ان تبطل ذلك الاعلان. فيجب ان يكون اشتمال الاعلان اشتمالا قانونيا كافيا كاملا وفق النص عليه، يكون من الماده 6 للماده 10، من اسم المعلن والمعلن اليه، مهنته ومهنه كل منهما، واقامات كل منهما، الموطن المختار اليهم، كما اسم المحضر والمحكمه التابع لها، وسرد موضوع الاعلان، ويجب ان يشمل الاعلان على النفاذ والسارع سيكون ساريا، ويجب ان يكون اسم المحضر واضحا. ما انا قلت ما يشتمل موضوع الدعوه، مشروع الاعلان ده ما هو متضمن حاجات بسيطه. لو قلها لك ممكن انت في حاضر على المدعى عليه ممكن تبطل الاعلان في ثانيه، وتتربع الاعلانات فورما، المحضر مش باسمه مش واضح، المحامي الخصم مش اسمه مش واضح، ابطل ادفع بالبطلان، وده دفع جوهري من النظام العام. تمام، ده الدفوع دي مش هتقابلك امام المحاكم الجزئيه او الكليه، دي هتقابلك من الاساتذه المحامين الافاضل اللي بيحضروا في النقط، هم فاهمين الكلام ده، الموضوع ده كويس جدا، عشان النقط دايما بيفتت الطعن حته حته، حرف حرف، كلمة كلمة، ودايما الدفوع دي
دايما ليها بتبقى ورده دفعها من محامي هيئه الدوله. محامين هيئه الدوله حافظين الموضوع ده فتلاقي متكررين على طول. وهتلاقي في دعاوى الحكومه امام المحاكم الكليه، تمام؟ يعني ايه دعاوى الحكومه؟ عارفين يعني ايه دعاوى الحكومه؟ اللي هي الدعاوى المرفوعه على جهات حكوميه. يعني قضيه نزع ملكيه، انت كصاحب ارض، تمام، عايز ترفع تتبع نزع ملكيه الارض التابع لها، فبترفع تعويض عن نزع الملكيه تلك الارض. فانت بتختصم مين؟ بتختصم الجهه لا المعتاد في دعاوى نزع الملكيه. ودي لازم تعرفوها، لازم اختصب صاحب المصلحه. يعني انا تلاقي في كل الصحف النزع الملكيه مختصم 4-5، المحافظ ورئيس مجلس المدينه ومدير شركه الميه ومدير شركه الكهرباء، تلاقي مختصب كل المحافظه كلها مختصمها. خلاص خالص ما بنلاقي دعوه تروح للخبير وبترجع بتقول لك الجهه النازعه الملكيه هي شركه الميه، يبقى اصبح رئيس شركه الميه هو صاحب الصفه والباقي عدم قبول بالنسبه له. فدايما لما اجي ارفع الدعوه اعرف مين الجهه النازعه الملكيه. دي سهله، دي بيبقى بيجي لها اساسا الطالب المنزوع منه ملكيته، بيجي له جواب تقدير قيمه الارض ومكتوب فيها مين اللي نازع له ملكيته، وانت بناء عليه التقدير ده بتقول ده غير كافي، فبترفع تعويض عن نازع الملكيه بما يتوافق مع سعر السوق الحالي. فلازم اعرف مين صاحب الصفه دايما، عشان كده باكد عليها في اول وفي ثاني وفي 100 مره صاحب الصفه. انت مصلحتك انت كوكيل القضية بتاعتك تخلص بسرعة، هتخلص قضيتك تخلص بسرعة، هتاخد اتعابك، تاخد تشوف غيرها، هتلاقي العجلة ماشية بسرعة. العجلة ماشية بسرعة هتلاقي الموكلين يقول لك لا ده الأستاذ الفاضل ده بيخلص قضية، ده مش قضية بتقعد معاه. في واحد يقول لك أستاذ الفاضل ده بتطول معاه مش فاهم. فده اللي بيفرق. حتركات بسيطة هتلاقي قضيتك بتخلص بسرعة. صحيفتك كاملة مشتملة شاملة، عاوز صاحب الصفة الصح، مسنداتك كاملة، هتستكمل بعض الحاجات بس اللي انت عايز فيها بعض التصاريح. فهتلاقي في الاخر قضيتك جاهزه وجاهزه للحكم، وهتلاقي الحكم في صدر لصالحك بلا شك. خلاص انت بتعمل كده، انت بتساعد نفسك وبتساعد القاضي. انت والقاضي في مركب واحده مع بعض، بتساعدوا بعض، انتوا بتساعدوا بعض، بتساعدوا بعض لإعطاء المراد حقه. فأنت بتسهل على القاضي والقاضي بتسهله على بعض، أصبح كده مشروعية الحق أصبحت ثابتة وموجودة. فدايما تراعي في إجراءاتك لرفع الدعوة المعتاد صاحب الصفة والمصلحة ويجوب صحيفتك كاملة. فمثلا عندنا دعوة سد مطلات. طب ده دعوة سد مطلات دي، الدعوة دي قيمتها ايه؟ حد يقول لي سد مطلات دي قيمتها ايه؟ هل هي الدعوة دي مين يخصص، جزئي ولا كلي؟ ها؟ لا جزئي؟ في حد رأيه وحد تاني؟ ها؟ دعوة سد مطلات، يعني ايه سد مطلات؟ يعني جارك فتح شباك عليك، كسر في الحيطة وفتح شباك عليك. جزئي؟ دعوة سد المطلات هي دعوة غير مقدرة القيمة وفق لأحكام النقد السني من أول السنة 82 و81 ولغاية كل السنين، يعني دي قديمة يعني، تمام؟ من أيام 1970 وأحكام النقد بتقول دعوة سد المطلات غير دعوة غير مقدرة القيمة، وبالتالي أصبحت اختصاص محكمة كلية. طيب أنت من لو رفعتها قدام الجزء يحصل إيه؟ القاضي طبعا أي قاضي حافظ وعارف، انت تيجي قدام القاضي تطلب اجل المستندات والتصريح يقول لك استاذ اخر الجلسه، تمام؟ دي اخر جلسه قضيه حجزت الحكم ايه في ايه وبتاع، وتلاقي في الاخر خدت عدم اختصاص قيمي وحل اللي معاك كليا. وعشان تختص عشان تبعد تقعد لها بقى شهر ونص ولسه اتحلت جلسه كمان، يبقى قضيتك طولت بدل ما كنت هتخلصها في شهرين، تمام؟ هتخلص في سنه. الخبر وسد المطلات كده كده هتروح الكليه، هتروح خبر
قصدي دي نواحي في النية يستوجب خبير، دي قاضي مش هيقدر الا اذا دعوة سد المطلات لم تصرف في صحيفتك ممكن اقضي بيها بعدم القبول. يعني عدم القبول، عدم القبول شكله فيها ماشي، دي حاجات بسيطه خلي بالكم منها. يبقى انا لازم ارفع قدام المحكمه المختصه واشوف صاحب الصفه عشان انا كموكل ده مصلحه ليا انا، انا مخلص دعوتي وقضايا بسرعه اخلص دي وخلص دي وهجي لي غير دي وهجي لي غير دي وتلاقي يجي لك بدل الموكل كذا موكل، عارف انت بقى خلاص بقى انت راجل ما فيش قضيه بتقعد تحت ايدك تمام. فدي المراعاه في الاجراءات المرفوضه الصفه والمصلحه. طيب الدعاوى العينيه العقليه اللي انا ذكرتها وكنت نفسي حد يرد يقول لي الكلمه اللي انا مستنيها، لازم اراعي في الدعاوى العينيه العقليه او دعاوى صحه التعاقد تمام، هي اللي كنت عايز اسمعها. استاذ عادل استاذ سؤال بقى اتفضل. اتفضل استاذ معاك، بس كان في اعلان كنت قابلته القاضي كتب في محضره الخاص بيه انه غير منفذ لاراضي العاد برغم ان هو معلن اداري. غير منفذ ايه؟ غير منفذ لاراضي العاد، جاي لي نفس الاجل لنفس الاعلان ثاني. اه تمام، انا اعرف يعني ايه غير منفذ لاراضي العاد ده. هتلاقي في اعلانك في حاجه ناقصه تمام، حاجه غير مشتمله عليه في الاعلان، زي ما زي اللي انا بقول عليه دلوقتي، الاعلان لازم يكونش كامل مشتمل في لغايه الماده 6 الماده 10. لو رجعت للاربع مواد دول في كل المرافعات تمام، اللي هم بيقولوا ايه؟ الاعلان تشمل عقد القائم باعلان على البيانات، اولا تاريخ اليوم والشهر والسنه والساعه التي حصل فيها الاعلان، اسم الطالب ولقب ومهنته ووظيفته ومواطنه، اسم من يمثله ولقب ومهنته ووظيفته ومواطنه وكذلك ان كان يعمل لغيره، اسم المحضر والمحكمه التي يعمل بها، اسم المعلم ولقب ومهنته ووظيفته ومواطنه ان لم يكن مواطنه معلم، اسم وظيفته من سلمه تلك صوره الورقه توقيع الاصل بالاستلام، توقيع المحضر على كل صوره، تسليم الورقه على ان الشخص نفسه. راجع المواد دي وشوف اعلانك. قصة اعلان الاداء ده دي قصة تانية تمام. انا بتكلم كلمة عدم السلام ده معناها الاعلان شابه تمام، فقط اثر من اثاره، الاعلان ناقص حاجة. طب ما ينبه الدفاع يا باشا ها؟ ينبه الدفاع رئيس المحكمة بدل ما يقعد يأكد كل مرة. ما ده ممكن يحصل تمام. خلينا نتكلم بصراحة، احنا 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 الطبيعي الحياه احنا بننزل مش بنطلع، يعني اسف الكلمه، يعني هتلاقي الناس الشيوخنا اللي قبل كده مش زي اللي بعد كده، مش زي الشباب اللي جاي، مش زي الاجيال اللي هتيجي بعد كده. الاجيال بتنزل تمام، الاجيال او ده دي طبيعه الحياه البشريه تمام، ودي سنه الحياه، الاجيال بتنزل تمام، مش زي قبل كده. هتلاقي القاضي زمان اللي كان بيقعد كان بيبقى قدامه 50 اقصى حاجه 50 دعوه تمام، فكان يقعد براحته بقى ويطلب براحته ويقول لك هات كذا يا استاذ وهات يا استاذ كذا، ويتكلم وياخد ويدي ومعاك للاخر. بعد كده ال 50 بقى 200 بقى 300 بقى 500، بقاش عنده يقول لك، عايز يقول لك مش اسف مش هيوجهك. طب مش الدفاع بقى اللي بيطول القضايا؟ بس المحكمه اللي بتطول التجنيد. يا استاذ الدعوى الفرز والتجنيد، دعوى الفرز لا ما يرسلش شرط صحيح، دعوى الفرز طب اختصاص ايه؟ جزئي. طيب احنا بنقول الدعاوى اللي يوجب شهرها هي دعاوى صحه التعاقد. هات اي كتاب، روح لاي حد قول له عايز كتاب دعاوى صحه التعاقد. منها تثبيت الملكيه، صحه ونفاذ تمام؟ كل ده لازم شهر والصحيفه. ولو مش هتشهر الصحيفه القاضي هيدي لك حكم بعدم قبول تمام. طب انت خدت عدم قبول في اول ده، تفضل اقعد. لو انت خدت عدم قبول لشهر الصحيفه في اول درجه، استأنف عادي، وده من الاستئناف، تشهر الصحيفه في الفتره دي وتقدم عادي وتستكمل بقيه دعواتك كموضوع ماشي. طب
يعني شهر الصحيفه مش اخر المطاف. تمام، استكمل كمل اجراءاتك عادي. تمام اتفضلي. موت حكمي ولا غياب؟ لا اه انت عارف يعني ايه موت حكمي؟ ما هو الغياب. لا من عشان كده بقول لك غياب. عارف عارف موت حكمي بقى كرأي فقه عارف معناه ايه؟ هقول لك بقى. مش بنسمع حد في غيبوبه بتقاله ثلاث سنين؟ ما دي اسمها مفقود. دي مفقود. تمام كلمه الموت الحكمي حاجه والمفقود حاجه. زي 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 حالات الحرب والحالات الاخرى. تمام يعني هو غياب اربعه ما يعدي الاربعه. وجابت اثنين شهود في محكمه الاسره وخدت على زوجها ده موت وراح يجدد الطاقه لقي نفسه ميت. بيقولوا له لا انت ميت بالنسبه لنا في السجل. ماذا الميت الحكم ده واخدها من مين؟ محكمة الأسرة. ضمانة على الحكم ده محكمة الأسرة. يديني ليه عدم القصاص ويحولني للمحكمة المدنية. محكمة المدنية؟ اه. يديني عدم القصاص ويحولني للمحكمة المدنية. لا ده مش أولا مش حاجة اسمها المحكمة دي، اسمها لجنة الأحوال المدنية. ماشي. لجنة الأحوال المشكلة. أي حاجة متعلقة بتعديل، تفضلي حضرتك، أي حاجة متعلقة بتعديل في سجل في بطاقه او تغيير اسم او 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 اختصاص لجنه الاحوال المدنيه. ماشي. ماشي. طب هو ليه القاضي قبلها في الاسره من الست؟ الست يعني هو ليه انت بتعكسي تقولي الست وكان الراجل اللي جاي يرفع. لا بترفعيها في الاسره. ولما اجي راجع ربي للحياه ارفعها في المدني. مين؟ اثبات قيد. اثبات قيد يعني ايه؟ اول حاجه بترجعي لجنه الاحوال المدنيه عشان دعوتك ما تاخدش. طب زي برضه ما بترجعي لفضل المنازعات عشان دعوتك ما تاخدش عدم قبول، ترجعي لجنه الاحوال المدنيه الاول. بعد ما ترجعي لجنه الاحوال المدنيه تمام؟ بعد ما تجي لحد ما بترفعي دعوه موضوعيه تمام بسقط قيد او اثبات قيد تمام وبترفعي دعوه بتقدمي ما يفيد ذلك وترفعي دعوتك عادي قدام المحكمه الكليه. بس اما الاختصاص اللي ما اسمهاش موت حكمي. الموت الحكمي ده فقه معناها حاجه ثانيه غير المفقود. الحكم ايه بيقول ايه؟ منطوق الحكم. منطوق الحكم ايه؟ يبقى اكيد الدعوه بتاعتك حاجه ثانيه. عليك تتكلم انه ده حكم صدر عن محكمه الاسره مثلا او الدرجه. عايز استأنف طب ليه استأنف امام محكمه الاسره؟ انا استأنفت الحكم قدام محكمه الاسره ان انا يعني طعنه على الحكم ده ان الراجل ده عايش وخد حكم ان هو مفقود. عن الزوجه ولا عن الراجل المفقود؟ الراجل المفقود عايش. لا انت حضرتك بتتكلمي انت حاضر عن مين؟ الراجل المفقود اللي هو المدعى عليه. تمام. انا عايز اعرف الحكم ده بيقول لك محكمه الاسره المتغير في 3 سنين وخد حكم ان هو مش هو. ما انا قلت لحضرتك عشان يرفع دعوه. عشان ترفعي اثبات حضرتك عشان تاخدي الاجراءات لاثبات قيده تمام لازم تلجئي لجنه الاحوال المدنيه الاول. وبعد ما تلجئي لجنه الاحوال المدنيه وتبت فيها تمام بتاخدي افاده رسميه منها. بعد كده بترفعي دعوه موضوعيه تمام اثبات قيد. تمام يا ريس مش لما يديني هو الاول ان الحكم ده باطل والراجل ده عايش اعمل انت عايزه تثبتي الراجل ده عايش. طيب حضرتك بتلجئي لجنه الاحوال المدنيه الاول بطلب. تمام ولجنه الاحوال المدنيه دي مكونه من قاضي ومكونه من حد من الداخليه ظابط ومكونه مشكله من قضورين تمام مشكله من اربع اعضاء. تمام
زي ما بتلجأي لبعض الدعاوي، الدعاوي اللي ضد الدولة، بتلجأي لجنة فض المنازعات، أو بتلجأي للأسرة قبلها المكتب التسوية عشان ما تخش الدعوة ما تخش عدم قبول، هي زيها زي كده دعاوي إثبات القيد. لازم ألجأ لجنة الأحوال المدنية وأخد إفادة من الأحوال المدنية اللي لجأت واللي هي باتت فيه، وأرفع دعوة موضوعية. تمام، دعوة موضوعية إثبات قيد، ده الطرق المعتادة عشان أرجعه للحياة تاني. تمام، اما انا انت بتقول اجازت بعد سنه، ما انت خلاص انت كده، هو اصبح دلوقتي تمام اصبح ساقط دلوقتي، غير مقيد في الاحوال المدنيه خلاص. عشان ترجعي الاحوال المدنيه تاني تمام لازم ترجعي لجنه الاحوال المدنيه، لجنه الاحوال المدنيه لو قالت لك خلاص رجعناها، خلاص رجعناها. لجنه الاحوال المدنيه هتقولي لي معايا يا استاذه، انت دخلتنا في موضوع. يا استاذه لجنه التحول المدنيه ممكن اي واحد بطاقته تمام فيها اسم غير صحيح، حصل فيها اي حاجه غير صحيحه، عايز يعدل فيها اي اسم، عايز يعدل في اي حاجه تمام، بيلجا لجنه الاحوال المدنيه. تمام، لجنه الاحوال المدنيه تمام بتبت فيها، لو بتت خلاص، ما بتتش بترفع دعوه موضوعيه. بقول لك يا استاذ، انت رفعت الدعوه دي على اي اساس قانوني؟ وانت مفترض ان الدعوه دي او اي دعوه لها اجراءات قانونيه ولها نص قانوني والكلام ده كله، انت وصلت بيها ازاي كده بقى؟ رفعت بيها ايه؟ عن طريق ايه؟ ايه نص القانون اللي انت رفعت بيه الدعوه دي؟ ووصلت لغايه فين؟ انت مدخلينها في متاهات. اتفضلي قولي، عايزين نفهم. قومي يا استاذه اتفضلي، بعدين كلنا عايزين نفهم. يعني انت بتتكلمي على لسان المحامي مش على لسان حضرتك؟ لا هو جه عندك تاني؟ ايوه، يعني جه عندك بعد الاستاذ الاولاني؟ اقول لك يا استاذ وانت بدات من جديد تاني؟ لا ما بداتش من جديد. بقول لك ايه يا استاذ حضرتك، الحكم اللي عندك حكم ايه؟ انت عندك الحكم اللي عندك وفر ايوه ده رصاص، هتدنا الحكم ده بعدين حضرتك. حضرتك بص، لا بص مش محتاج، اللي انت بتقوليه ده هو اللي انا بقوله. هو ايه الدعوه باختصاص والاحوال المدنيه؟ هو ده اللي بقوله ايه؟ لازم تلجئي الاول لاحوال، اقعدي حضرتك اتفضلي، لازم تلجئي الاول لجنه الاحوال المدنيه ثم ترفعي دعوه موضوعيه. تمام، ده اجراءات شكليه تمام، ده اجراءات شكليه. زي ما برفع دعوه، قبل ما ارفع دعوه اسره لازم الجا لمكتب التسويه، لو ما لجاش مكتب التسويه الدعوه تاخد عدم قبول. تمام، زي لو انا رفعت دعوه ضد الحكومه وما لجاش لجنه فض المنازعات الدعوه هتاخد عدم قبول. تمام، دي برضو لو انا عايز اثبت قيد حد لازم الجا الاول لجنه التحول المدنيه، لو ما لجاش لجنه المدنيه يا اما هتدي عدم قبول لا اما يديها لي دي اختصاص لجنه التحول المدنيه بيحلها. تمام، وعشان يحلها ليه؟ ما انا من نفسي ممكن الجا لجنه احوال مدنيه من تلقاء نفسي. القانون اداني الحق بذلك. فهمتي؟ الحكم مش محتاج حضرتك، يبقى هي واضحه، الاموره واضحه. اللي عند صدر فيه الوداع. لا حضرتك هي واضحه، هي واضحه ماشي خلاص. لازم الجا الاول الاجراءات الشكليه، راعي الاجراءات الشكليه ليا لجنه الاحوال المدنيه ثم ارفع دعوه موضوعيه. تمام خلاص، ده حاجه. طيب انا بنصحكم كاساتذه افاضل وكشباب اللي عايز يتعلم وعايز يصبح رجل قانون عالم، يتعلم مدني. يتعلم ايه؟ مدني. المحامي او القاضي اللي يشتغل مدني ويتعلم مدني صح هيشتغل اي حاجه، دي معروفه على مر التاريخ وتعلمناها من جميع شيوخنا. اللي عايز يبقى شاطر يتعلم مدني، ودايما نادر قوي تسمع فيه محامي يتخصص مدني. هتلاقي الكلام ده كان زمان من شيوخنا، وتعمل ناس فاهم، دلوقتي بقى كله شغال في جميع الاختصاصات.
بس دايما القاضي المدني او محامي الحافظ مدني بيشتغل ايه، والعكس صحيح. هو الجنائي معتمد على ايه؟ هي كلمتين، انا القاضي او انت كمحامي معتقد قراءتك لاوراق الدعوه لاوراق القضيه تمام، هل تشوف هل تلك القضيه توافرت فيها اركان الجريمه الموصوفه قيدا وصفا في وصف النيابه ولا لا، تمام، هل توفرت الاركان من ركن مادي وركن معنوي ولا لا، تمام. وفي القاضي برضو نفس القصه بيبحثها، هل هو يطمئن لما جاء بالاقوال وهل توفرت اركان الجريمه ولا لا، تمام. فدايما الشغل الجنائي معتمد على عقيدتك كمحامي وكقاضي، انت عقيدتك شايف دي في الاوراق كده سليمه وصحيحه وتوفرت فيها الاركان تلك الجريمه ولا لا، وزي القاضي بتوفر. فدايما الجنائي دايما يعتمد على القراءه وعلى اطمئنانه كعاقدته. الأسرة زي ما عرفنا من أول قانون أحسن 2000 وقانون 10 سنة 2004، الأسرة نسبة 99% كلها هي عبارة عن نماذج، تمام، عبارة عن نماذج، يعني هي مجرد نفقة، معروف نفقة صغار، نفقة زوجية، خلع، رؤية، هو نموذج واحد محفوظ، مجرد بتكتب في الأواخر في الإسناد والمحكمة تطمئن بتقضي بنفق كذا وفقا ثابت مفردات كذا وتقضي وتطمئن تدي كذا بتمكين رؤيته وفقا جاب تقرير الخبير الاجتماعي والخبير النفسي، تمام. الخلع تم هو كلمتين وتم فهم انذار بمقدم الصداق وفقا رساله وتفق تطبق معهم كان طلباتها بكذا وقامت باعلانهم كذا وكان الاعلان صحيحا واجبا، هما المسمى تقضي المحكمه بتطليقها. يعني الاسره والجنائي ما فيش اجتهاد اكتر من شغل المدني انت ممكن ورقتين قد كده تلف تبحث فيها بحور. القانون المدني كم مادة؟ 1400 كام؟ 95 مادة. العقوبات كم مادة؟ 398 مادة. ده غير الملغي منها والمعدل. ده بحر واسع. شرح وأحكام نقط وفقه كتير. وما زال الوقت وتقول الحالي ده ومن أضعف فقهاء القانون، في حاجات لسه ناقصة غايبة، لسه حاجات بتطلع تمام بنكتشفها في أحكام الهيئات العامة لمحكمة النقط، تمام، زي قانون التجارة القانون 10 سنة 99 التقاضي بالنسبة للكمبيالة، محاكم بتدي سنة وأحكام نقض بتدي سنة وأحكام بتدي لأ 3 سنين، صح بنلاقي هنا ولا طب ايه اللي طب كان التضارب ده يعتبر انتهى بحكم صدر في 10 مايو اللي فات، ده حكم هيئه عامه تمام بتوحيد جميع المبادئ القضائيه. احكام النقض بتكون قوه القانون، فانت لازم تكون متابع احكام الهيئه العامه دايما، عارف يعني ايه احكام الهيئه العامه، تبقى متابعها دايما تمام. زي الاحكام عندك حكم الهيئه العامه 10 سنه 10 مايو اللي فات ده صدر حكم الهيئه العامه بتوحيد مبدا التقادم على 3 سنين، كان في بعض الاتجاه بيدي سنه واتجاه بيدي 3، لا وحدوا المبدا خلاص. فانت بتيجي قدام اي قاضي ويديك سنه تمام ادعي طول خطا في تطبيق القانون والاستدلال والفساد في الاستدلال عشان في حكم هيئه عامه صدر بكذا، زي حكم هيئة عامة لسه طالع من شهرين اللي بيتكلم عن رسوم الجمركية، رسوم الجمركية ده اختصاص قضاء عادي ولا قضاء إداري؟ ها؟ إداري ولا قضاء عادي؟ طيب كانت فعلا جميع المحاكم بتدي اختصاص على أساس ده صادر من ده ناتج عن قرار إداري تمام، وبالتالي الطعن عليه بيكون أمام المحاكم الإدارية على أساس المحاكم الإدارية مختصة بالطعون على القرارات الإدارية سواء بالسلب او تمام. حكم الهيئه العامه اللي طلع في 2 فبراير 23 وحد الكلام ده، قال لك لا اختصاص رسوم الجمركيه اختصاص القضاء العادي. فانت دلوقتي ما تجي لك قضيه رسوم جمركيه ما ترفعش في القضاء الاداري، لو رفعت قضاء اداري هيدي اختصاص ولائي ويرفعها ويديها القضاء العادي.
تمام؟ لا دلوقتي بقى اختصاص القضاء العادي. عشان كده لازم نكون على علم بالقانون وتعديلاته واحكامه واحكام الهيئه العامه. احنا بنلاقي كل يوم دلوقتي كل يوم بيطلع مشروع، بيطلع قانون، بيطلع تعديل، بيطلع حكم هيئه عامه. اخر قانون لسه طالع من اسبوع، اللي هو القانون بتاع القانون الرقم 10/23 اللي بتاع حظر الحيوانات، اطلعتوا عليه؟ لسه طالع، طالع من اسبوع، تمام؟ ده اخر قانون طالع، تمام؟ المحاكم الاقتصاديه، المحاكم الاقتصاديه تم تعديلها في 2019، في ناس مش متابعه كده. طيب احنا عندنا من شهر اكتوبر لغايه شهر يونيو صدر 12 حكم هيئه عامه، 12 حكم هيئه عامه، حكم بتاع التقادم، حكم الغاء السند الامر، حكم الرسوم الجمركيه، حكم بسم الله الرحمن الرحيم، انا كنت عامل زمايلكم قبل كده عشان ما تطلبوا مني، دي سي اسطوانه عليها جميع احكام الهيئه العامه من اول صدورها حتى تاريخه، وجميع النشرات التشريعيه من محكمه النقط حتى نشره مايو 23، وفيها برضو تمام جميع مستحدثات لمحكمه النقط حتى مستحدث مايو 23، وفيها موسوعه قانونيه جاهزه، مجرد بتدوس تراك تلاقي قوانين احكام بتدوس عليها بتطلع لك كل حاجه، وفيها جميع القوانين وتعديلاتها من سواء قانون مرافعات، اثبات، عقوبات، اجراءات، تمام، القانون المعاشات اللي تتعدل على الاخير، تمام، وتفسيره، تمام، قانون الضرائب اللي تم تعديله، فيها مشتمله شامله على دي الصوره دي، فيها 175 فوردر، تمام، غير الموسوعه القانونيه الكامله اللي فيها موضحه. انا كنت وعد زمايلكم قبل كده وانا كنت عاملها لهم، ماشي. انا هسيبها حد من السكرتاريه هنا، اللي عايز يطلع منها نسخه يدي الاسطوانه لاي حد او فلاشه وياخدها منه، ماشي. سيبها هنا في النقابه، هاتها عندنا، ماشي، اتفضل. كل واحد لواحد. ايه؟ احكام الهيئه عامه تصدر برئاسه رئيس محكمه النقط، رئيس مجلس القضاء الاعلى، تمام، وتشكيلها بيكون من 12 عضو من نواب محكمه النقط، ويصدر الحكم باجماع الاراء واغلبيتهم. زي حكم هيئه عامه اهو، مش مشكله، خمس دقايق بالظبط. ادي حكم هيئه عامه، ادي حكم هيئه عامه، حكم هيئه عامه صادر في 7 ديسمبر 22 برئاسه مين؟ برئاسه معالي القاضي الجليل محمد عيد محجوب رئيس محكمه النقط، الساده القضاء محمود سعيد محمود، عبد العزيز الطنطاوي، محي الدين السيد، عاطف الاعصر، نبيل عمران، نبيل احمد صادق اللي كان النائب العام السابق، محمد ابو الليل، سمير حسن، صلاح مجاهد، الحسين صالح نواب رئيس المحكمه. ماشي، تمام. ده تشكيل احكام الهيئه العامه. حكم الهيئه العامه معناها بواحد جميع مبادئ احكام النقط اللي بيحصل من نتيجه التضارب. الحكام بتطلع لي تقادم سنه، حكم بيطلع لي 3 سنين، لا، حكم الهيئه العامه بيطلع برئاسه محكمه النقط وتشكيله الكامل، تمام، بتوحيد المبدا التقادم 3 سنين، خلاص.